بص بقى التصريح الخطير ده يا جماعة، في تصريح خطير جدا، إن صفة العدالة، بيتكلم بعد كده بيقول إن صفة العدالة مثلا لا تقوم إلا بتصور التعدد. بص الكلام الخطير، يعني أنت عمال تتكلم عمال يتكلم إن هو الله واحد وإن هذه الركائز هي الله نفسه، وكلام جميل قوي في الوحدانية ولا شريك له، بعد كده يرجع يقول لك إيه، إن صفة العدالة مثلا لا تقوم إلا بتصور التعدد. غريب قوي. فهناك القاضي الذي يفصل بين اثنين متخاصمين ويحكم بينهما بالعدل، فكيف نفهم صفة العدالة في ذات وحدتها مطلقة وليست بها أقانيم؟ يعني لازم يكون جوه الله أشخاص، الأشخاص دي يكون بينهم قاضي واثنان متخاصمين. كلام غريب أوي. شوف يعني عمال يقول ما ينفعش يا جماعة والله لا شريك له وكل الكلام ده، لا يقول لك لا، عشان يبقى فيه عدالة لازم الذات الإلهية تبقى جواها أشخاص، يبقى فيها قاضي ويبقى فيها اتنين متخاصمين، تلاتة. شايفين الكلام؟ هل أي حد مسيحي مثلا يرضي الكلام ده حتى لو مؤمن بالأقانيم؟ ما ينفعش. يقول لك إن صفة العدالة مثلا لا تقوم إلا بتصور التعدد. فبيكمل بيقول فتصور ثلاثة أقانيم، آب وابن وروح قدس، يجعل إن أنا أتصور إن في ثلاث أقانيم أو ثلاث أشخاص، يجعل صفة العدالة معمولا بها منذ القديم، ولم تكن تنتظر خلق الملائكة والبشر لتظهر العدالة في هذه المخلوقات، إنما عدالة الله قديمة بقدمه، عاملة في ذاته بين أقانيمه، إذ يحتفظ كل أقنوم بامتيازه دون تعدي على أقنوم آخر. يعني بيقول قبل ما ربنا يخلق المخلوقات والملائكة كان الله عادل. ليه عادل؟ مش علشان هذه العدالة متأصلة فيه، لا، لأن هو كان بيمارسها بين الأشخاص بتوعه، بين الأشخاص الإلهيين، الإلهيين بتوعه، بين الأشخاص الإلهيين. طب أصلا مفهوم العدالة، عشان نقول مثلا إن الله عادل يا جماعة، يعني العدالة هي إرجاع الحقوق لأصحابها مثلا، أو إنه هناك مجرم عمل حاجة فنعاقبه على قدر الجرم اللي هو عمله، صح ولا لأ؟ هل الله، هل الأقانيم الإلهية دي بتتعارض مع بعضها البعض، بتضرب بعضها البعض، بتتصارع على حقوق؟ لأ، الكلام ده ضد المنطق. بقرأ من كتاب التوحيد والتثليث للقس بيشوي حلمي، أستاذ اللاهوت في الكلية الإكليريكية. خليني كده أجيب لكم المصدر أهو يا جماعة، ده الكتاب أهو، كتاب التوحيد والتثليث، القس بيشوي حلمي، كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبر. أهو بيقول إيه، إن صفة العدالة مثلا لا تقوم إلا بتصور التعدد، فهناك القاضي الذي يفصل بين اثنين متخاصمين ويحكم بينهما بالعدل، فكيف نفهم صفة العدالة في ذات وحدتها مطلقة وليست بها أقانيم؟ فتصور ثلاثة أقانيم، آب وابن وروح قدس، يجعل صفة العدالة معمولا بها منذ القديم. تمام، أنا جبت لكم الصفحة وجبت لكم الغلاف بتاع الكتاب. فزي ما قلت، علشان تقولي العدالة معمولا بها، يبقى زي ما هو قال لازم يبقى في قاضي واتنين متخاصمين. هل مثلا الاب والابن كانوا بيتخاصموا مع بعض فبيجي الروح القدس يحكم بينهم ويرد الحقوق للاب مثلا؟ ده يعني تعددية واضحة، تعددية واضحة يا جماعة، تعددية واضحة، وده ضد الكتاب المقدس وضد تعاليم الله اللي قال الوصايا بتاعته، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. أعظم الوصايا أن اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. ينفع الكلام ده؟ شايفين فكرة الأقانيم، فكرة التعددية والتلات أشخاص وصلتنا لإيه؟ إن إحنا نقول إنه في أقنومين بيتصارعوا وفي واحد قاضي فيهم. تعددية واضحة يا جماعة.
تعددية واضحة، تعددية واضحة. طبعا احنا كمسيحيين وحدانيين نرفض هذه العقيدة التي شوهت الله، شوهت الله وكسرت الوصية. مش عاوز يا جماعة خناقة في الشات لو سمحتوا. فبيقول، بيكمل بعد كده وبيقول في صفحة 32: إنه حسب عقيدة الإله الواحد في الجوهر والمثلث الأقانيم، فإن العلاقات موجودة في الجوهر الإلهي بين الأقانيم الثلاث. وده اللي احنا بنقوله، إنه معنى كلمة جوهر أو هوموسيوس تعني إنه في علاقات ما بين الأشخاص الثلاثة. هناك علاقات، الأب بيحب الابن والابن بيحب الروح القدس، والعلاقات تكون ما بين أشخاص أو كائنات. أما العلاقات، بيقول لك كده، أما العلاقات الخارجة بين الله وخليقته، بين الله بقى والبشر، بين الله وميري أو يوحنا أو بين الله وعلي، هذه العلاقات هي امتداد للعلاقات الداخلية ما بين الأشخاص الإلهيين. فهناك ثلاث أشخاص إلهيين، ثلاث كائنات إلهية عندهم علاقات، وبعد كده خلقوا البشر، والعلاقات بينهم وبين البشر هي امتداد لعلاقات الكائنات الإلهية بينها وبين بعضها. حلو. والأقانيم الإلهية، بصوا بقى عشان محدش يضحك عليك ويقول لكم الأقنوم ده خاصية ذاتية وتحت القائم ومش عارفة إيه كلام الغريب ده، ويقول لك دي صفات. ماشي يا تينا، اسمعيني، اسمعي يا تينا، وبلاش تحكمي حكم مسبق، أنا خائفة عليك. والأقانيم الإلهية هم أيضا ليسوا صفات أو أسماء. بص، ليسوا صفات، الرجل هو ده التعليم الأرثوذكس الصحيح. اسمعي من القس بشوي حلمي، ده راجل عالم لاهوت في الكلية الإكليريكية، أكيد مش هيكذب، عندوش مصلحة أنه يكذب ويحور ويعمل شو بقى في القنوات ويجامل على حساب العقيدة. فالأقانيم الإلهية هم أيضا ليسوا صفات أو أسماء أو ألقاب لله. إحنا بنقول إن الأب والابن والروح القدس ألقاب، فهو هنا بينكر، يقول لك ليسوا صفات أو أسماء أو ألقاب، ولكن الأقنوم هو كائن حقيقي يتميز بخاصية ينفرد بها عن الأقنومين الآخرين. فهو مش خاصية ذاتية زي ما هما بيقولوا، لأ، هو كائن يتميز بخاصية مميزة، كائن حقيقي له وجود حقيقي، يتينا، يتميز بخاصية مميزة ينفرد بها عن الأقنومين الآخرين. تسمى هذه الخاصية الخاصية الأقنومية. اسمعوا، اسمعي مين، بصوا علشان المصدر يتوثق، عشان تعرفوا حقيقة عقيدة الأقانيم. الأقنوم، الأقانيم ليسوا صفات أو أسماء أو ألقاب، وإنما الأقنوم هو كائن حقيقي يتميز بخاصية ينفرد بها عن الأقنومين الآخرين، تسمى الخاصية الأقنومية. يجي بقى واحد زي امبارح ما عرضت لكم زكريا بطرس، يقول لك دي خاصية ذاتية. لا، ده كائن حقيقي، شخص عنده خاصية منفردة. يعني ايه مثلا؟ الآب ده كائن حقيقي، شخص حقيقي، ايه الخاصية اللي بتميزه يا ابن الملك عن الابن وعن الروح القدس؟ ايه الخاصية دي؟ ان هو الأبوة، الأبوة، إن هو يلد الابن،